نذهب مع حضراتكم إلى جريدة المصري اليوم ونقرأ خبر بعنوان التعليم 59,607 طلاب تقدموا بتظلمات على نتيجة الثانوية العامة. أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أمس أن إجمالي عدد الطلاب الذين تقدموا بطلبات للإطلاع على كراسات إجاباتهم في امتحانات الدور الأول من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2019-2020 وصل إلى 59,607 طلاب وطالبات حتى الآن. وأوضحت الوزارة أن إجمالي عدد الكراسات التي تم طلب الإطلاع عليها بلغ 78,433 كراسة إجابة، وجاءت اللغة العربية كأكثر مادة تم التقدم بطلب للإطلاع عليها، حيث تقدم نحو 14,873 طالب وطالبة بطلب للإطلاع على كراسات إجابة اللغة العربية، يليها مادة الفيزياء بإجمالي 13,622 طالبا وطالبة تقدموا بطلب الاطلاع، وجاءت مادة علم النفس والاجتماع في المركز الأخير كأقل مادة تم تقديم طلب اطلاع بإجمالي 612 طالبا وطالبة. وقال الدكتور رضا حجازي نائب الوزير لشؤون المعلمين رئيس عام امتحانات الثانوية العامة إنه سيتم اختار الطلاب المتضررين بنتيجة الاطلاع بدءا من الغد وتباعا طبقا لما يرد للجان النظام والمراقبة من نتائج.